السلام عليكم. مدرسة استعد. رافعات العلم عادة سر. مجموعة قد اليسار دار. موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في نبال في نبال والحياة والنجاة والهناء والنجاة في هوى في هوى. عش هكذا في علونا والعلم فإننا بجنب بعض الله معتصم. جاءت تحييك هذا اليوم معلنة أفراحها بك. عراقية أنا افتخر وابقى فخر للناس. يا ربي تذله كل من باع جنسيته. تفرج العراق وتنتهي الأحزان ويرجع كل عراقي سالم لبيته. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. وقف الواحد ليصلي ركع الاثنين لربي. وقف الواحد ليصلي ركع الاثنين لربي. وثلاثة واحد واثنين والأربعة اثنان واثنين. وثلاثة واحد واثنين والأربعة اثنان واثنين. والخمسة كعكة بالسكر والستة وقفت لتفكر. والخمسة كعكة بالسكر والستة وقفت لتفكر. والسبعة تنظر للنجمة وثمانية عكس السبعة. والسبعة جدي مثل التسعة والصفر مع الواحد عشرة. مدينة الأنبياء نينوى. مدينة العلم والنور نينوى. مدينة الكرام. اليوم الخميس أريد اليوم أن ترجعون على أنكم تعرفون إنه النظافة ملابسكم جسمكم من ناحية الشعر كله أريد نظيف كامل. تجون يوم الأحد إن شاء الله نظيف إنه يصير تفتيش على هذا الشيء الأظافر ناقلنا الشعر كله. وأدعوكم ودائما إحنا بإرشاداتنا بيوم الخميس نقول نظافة الصف والمدرسة دائما دائما تكون بهذا الشكل. الأولية أحسنتي سفولة. يا كلمة جداري الأولية.
جدا. عافية. أحسنت يا زين. يلا صفقوا يا زين صفقوا. ما هذه العلامة؟ تنوين الفتح وبداية الحرف الغين ماذا الحركة عليها؟ ضمة. ضمة. نعم. يضرب ما هذه الحركة؟ ضمة. أحسنتم. حماره ضمة. بالعصا العين أي حركة عليها؟ شدة. أحسنتم. حتى شدة. نعم حتى الشدة. ماذا قلت عن الشدة؟ حرفان. حرفان. الأول متحرك والثاني سكون. ناحيه بجناحيه. يبكي يبكي. بالعصا بالعصا. غلاما غلاما. ارحم ارحم. دابتك دابتك. راسيم رفع العلم، وتم تكريم التلميذات المتفوقات والمتميزات في مدرستنا، كما أجريت فعاليات لبراعم الصف الأول. نتمنى للجميع تلميذاتنا الأعزاء الموافقية والنجاح في مسيرتهم الدراسية. مديرة المدرسة صبا محمود عبد الرحمن، مديرة مدرسة بيسان البنات.